في بيان صادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أوصت اللجنة برئاسة اللواء كمال عامر بالعمل على بناء الكثافة السكانية في سيناء بالاستعانة بمحافظات مصر من خلال تخصيص مساحة أرض ضمن تخطيط عمراني شامل يخصص فيه لكل محافظة مساحة محددة تقوم بتنميته من خلال إمكاناتها البشرية والإدارية، على أن يخطط مركزيا دعم هذه الأماكن بالخدمات والبنية التحتية. جاء ذلك عن اللجنة الثلاثاء الماضي بشأن اجتماعها لمتابعة دور القوات المسلحة في تنمية سيناء بحضور اللواء مصطفى أمين علي سليمان مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عبد الفتاح أحمد الخرصة مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، والعميد وائل محمد نعيم ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد شريف الخولي مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للعلم أو لنظم المعلومات، والمقدم نور جلال ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. قامت لجنة الأمن القومي بالنواب بوضع 5 توصيات لتنمية سيناء، وده جانب من حوار حلقتنا النهاردة إن شاء الله، وموضوع حلقة سيناء بين التحرير والتحرير اللي هشرفنا فيها النهاردة بعد الفاصل بإذن الله اللواء سلامة الجوهري النائب بالبرلمان وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، واللواء أشرف عزة اسكندر النائب بالبرلمان وعضو لجنة الإدارة المحلية. ده هيكون طيب. احنا معانا على التليفون سيادة اللواء كمال عامر النائب البرلماني ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي. سيادة اللواء تحياتي يا فندم. سيادة اللواء. ألو. سيادة النائب تحياتي. أهلا بيك، تحياتي يا فندم. مين معاك؟ أنا مظهر شاهين الشيخ مظهر، ومعانا جناب القس أبونا أثناسيوس رزق يا فندم. أهلا بيك يا أخي، أهلا وسهلا. الله يخليك. احنا قرينا خبر عن يعني ما قدمته لجنة الدفاع والأمن القومي من توصيات بشأن ان المحافظات في مصر تشارك في اعمار وتنمية سيناء. لو يعني سيادتك بس توضح الصورة، ايه المقصود بانه المحافظات تساهم في تعمير سيناء؟ نعم، كما تعلم سيادتك ان سيناء مساحتها حوالي 61,000 كيلو متر مربع، تمام، وهي تقريبا قد المساحة المعمورة في دلتا مصر. وأنها فيها الآن الكثافة السكانية حتى الآن كل سيناء، في شمال سيناء بتصل حوالي 600,000 نسمة، في جنوب سيناء حوالي 100,000 نسمة. يعني إحنا في خطة آملة كبيرة جدا لتنمية سيناء أعلن عنها فخامة الرئيس وهو بيتابع العملية سيناء 2018. هذه خطة تتكلف تقريبا 275 مليار وقد استمعنا في اللجنة إلى ممثلي القوات المسلحة وهم يوضحوا أفاق وتفاصيل هذه الخطة، وهي تشمل كل نواحي الحياة تقريبا، سواء الأنفاق أو سواء المدن الجديدة أو سواء الإسكان أو سواء الطرق أو سواء النواحي الصحية أو سواء النواحي التعليمية أو سواء النواحي الثقافية، من جميع النواحي، جميع النواحي الحقيقة. إلا أن هذه الهدف النهائي يجب أن يكون هناك كثافة سكانية. الحقيقة الهدف العاجل تكوين كثافة سكانية تصل ل 3 مليون نسمة. الهدف الآجل يصل إلى 10 مليون نسمة. احنا يعني خلصت اللجنة باقتراح أن ممكن أن احنا في إطار تخطيط عمراني محكم وفي إطار تنظيم محكم وسيطرة محكمة، إن احنا ممكن يتعمل مساحة لكل محافظة من المحافظات وتأخذ هذه المساحة، يعني اسم هذه المحافظة قد يكون مثلا القاهرة 1 أو القاهرة يعني بأي اسم، مطروح كذا، أسوان، إسماعيلية، وهكذا، بحيث المحافظة نفسها في وقت واحد وبالتوازي يمكن مع التخطيط الجيد ممكن إن هي يبقى تتولى هذه المنطقة تنميتها باختيار جزء من أبنائها الراغبين في ذلك، مع توفير سبل الحياة والبنية الأساسية وكل متطلبات مجتمع يعيش فيه والأولادهم وفي جميع الخدمات المختلفة.
وبما وتتولى هذه المحافظه يعني تنظيم وامداد هذه المنطقه بالافراد وبكل وبعناصر البحوث وبعناصر التسويق وبكل شيء، بحيث ان احنا وتكون في تحت المنطقه دي كلها تحت سيطره وتنظيم معين، بحيث ان احنا يتم بالتوازي بناء كثافة سكانية عالية. واقترحنا أن يبدأ ذلك بوسط سيناء، أن وسط سيناء يمكن هي مساحة متسعة وحوالي 20,000 كيلو وما فيهاش كثافة سكانية تقريبا. واقترحنا أن يكمل ذلك مشروع قومي لشجر الزيتون، وهذا الشجرة لأنها تحتاج خدمة قليلة وتحتاج مياه قليلة، ويمكن أن احنا نقيم عليها صناعات مختلفة سواء دي الحقيقة ست اللواء يعني أفكار الحقيقة جميلة جدا ورائعة، وإحنا معاكم في أي فكر إيجابي يعمر سينا وينمي سينا، وبنشكركم على هذا التوجه النائب كمال عامر النائب البرلمان ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، شكرا جزيلا لحضرتك.